لو سئلت ما هي الغيبة، ما هو التعريف الصحيح للغيبة؟ تعريف السائد المعروف رأسا اللي يرد في الذهن: ذكرك أخاك بما يكره. هذا التعريف غير دقيق. نعم، ذكر أخيك بما يكره غيبة، لكن مو بس هاي الغيبة. الفقهاء يعرفون الغيبة كالتالي، احفظ هذا التعريف لأنه هذا احنا مبتلين به يوميا من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح. ما دام الإنسان مو نايم قاعد، بأي لحظة معرض للغيبة. ذكر العيب في الغيب، ذكر العيب في الغيب، سواء كان بقصد الانتقاص أو بقصد الحكاية والوصف أو حتى إذا كان بقصد الشفقة والعطف. غيبة، ذكر العيب في الغيب، سواء كان بقصد الانتقاص أو بغير الانتقاص، وصف حكاية أو شفقة وعطف، وسواء كان ذلك العيب، العيب المستور اللي ما يعرف به المخاطب، سواء كان ذلك العيب في البدن أو في الخلق أو في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، أو في اللباس أو في النسب أو في الحسب أو في الأولاد أو في غير ذلك. غيبة، غيبة. خلي أجيب لك مثال، مثال تطبيقي حتى تشوف أن هذا أيضا غيبة. ما أجيب لك مثال واضح، أكثر الأمثلة واضحة غيبة، لكن هذا المثال أقول: فلان مسكين، الله يساعده، ما يعرف يدبر أموره في الدنيا، بسرعة ينقص عليه، الله إن شاء الله يهديه ويوفقه. شو يسموها هاي؟ غيبة. سجلها الملك غيبة. لو جبت 100 مرة كلمة مسكين والله يساعده والله يفرج عنه وحبيبي وبعد قلبي، ما تفيد هاي الحواشي، الإضافات، البهارات، بعد قلبي وعيوني وحبيبي، هذه أغطي بيها على اللي يسمعني، الملائكة ما ينقص عليها هذه الإضافات. غيبة، غيبة، انتهى الموضوع. شايف شلون؟ هذا تعريف الغيبة.